الوغ عندنا طلبات ديال الضوء. انا اللي كنتسائل عليه هو سميتو هو ان كيقولوا 1300 ولا هذيك 1300 انا كنلقى في لي ليست اللي عندي لان راه كاين شي اسماء اللي معاودين اربعه المرات. يمكنش اي واحد باني عشوائي وعد مخالفه وعد سميتو يلحق على الرئيس تلقى نفسه وهذا ويسني ليه ويقول ليه هاك سير خذ الضوء سميتو. علاش؟ لان هذه لا يمكن ويستحيل. خاص الناس تكون عارفه وتبحث وتسول وتسول الرئيس، ماشي يجي يقول 1300 و 1300 راه ما كايناش كلها. راه قلت لك كاين اللي معاود اربع مرات خمسة المرات و 1300 وحيد منا ولاد مؤمن. لان ما يمكنش، لان انا كنعرف اون فوا دو كوا تبدا بان اوتوريزاسيون بوحدها غادي يجيوك هنا 100 وغادي يتكتفوا لك هنا. الوغ ملي غادي يتكتفوا لك هنا كيفاش غندير لهم السلامه باش غنفرقهم؟ اذا خرقت الحضر. ولهذا حنا راه ما نسمحوش شي واحد يطاول علينا بالهضره ويقول لك حق السياسه ويقول لك حق هذيك. حنا ما عندناش سياسه مع المواطنين، حنا راه مواطنين تاع النخاع، حنا راه وطنيين وحنا راه عصاميين، راه حنا كبرنا وسط منهم، راه ماشي جينا نزلنا من شي بلاصه العام الله شنيا ولا، حنا كابرين وسط منهم، حنا ولاد الباديه وكبرنا في الباديه وحنا ولاد القبيله. بان ان شاء الله تفوت كونفينمون غنبداو ايطاب بار ايطاب، تفوت الجائحه ديال كورونا ان شاء الله وغادي نمشيو يعني دوار بدوار وغادي ان شاء الله كل واحد غادي ياخذ الرخصه ديالو اللي كيستحق. السلام عليكم السيد رئيس جماعه سيدي موسى الجلوبي امانه المحمديه. نقول لك راسي لالي وزاع رئيس اقليمي المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان محافظه امانه المحمديه. بالحضور المرافقين ديالي من اسره المنظمه السي محمد الحلاج النائب الاول رئيس اقليمي. كذلك سي هشام حيمد رئيس هيئه الشباب المنظمه في عمله المحمديه. اصاله عن جميع الاعضاء والعضوات المكتب الاقليمي المنظمه والامانه العامه في الشخصيات الامينه العامه المنظمه، كنبغي نقدموا الشكر الجزيل على الاستقبال في المكتب ديالك في مقر جماعه سيدي موسى المجلوب. واليوم هذا اللقاء اللي رحنا بك السيد الرئيس وكل صراحه اختصنا بك وقلت لنا مرحبا. حنا راه الإشارة ديال المجتمع المدني والحقوقي اليوم حنا هذا اللقاء جابينا على اتصال ديال العديد ديال من المواطنين من ساكنة سيدي موسى مجلوب اللي كيتسائلوا على بعض المشاكل وبعض القضايا ديالو. وكما كنتقدموا الشكر كذلك كنتقدموا الشكر لجميع أعضاء الجماعة سيدي موسى مجلوب والموظفين، كنبغي نشكركم وإن شاء الله غادي نطرحوا لك بعض الأسئلة ديال بعض الساكنة اللي تلقاها المكتب الإقليمي. وغادي نعطيك واحد الكلمة السيد الرئيس وعاد إن شاء الله نمشيو كل نقطة نقطة على بعض المشاكل ديال الساكنة. شكرا سي نبيل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أشكركم بدوري على المجهودات الجبارة اللي كدوروا أنتم باش بحكم التواصل اللي خاصو يكون ما بين الجماعة وما بين الناس اللي كتمثل المجتمع المدني أو الناس الحقوقيين. هذا بعد الشكر ديالي أنا موصول لجميع الأعضاء ديالك ديال المكتب ديالكم. فيما يخص المشكل اللي طرحتيه دابا ديال الضوء وداك الشيء، أنا ما عرفتش السؤال بالضبط السي نبيل. حنا كنا كمنظمه درنا واحد المراسله نهار جوج اربعه حطينا على المشاكل ديال الضوء ديال الناس كيتشكوا على التاخير ديال الرخص ديال بعض الطلبات ديالهم. وكما قلت السيد الرئيس بان كنت اتصلت بك وعلى الموضوع ديال الكهرباء وبان الجماعه راك درس الملفات وان شاء الله غادي يكون على المقارب العاجل. غير بغينا نعرفوا السيد الرئيس فين وصل الطلبات ديال العدادات الكهربائيه اللي تقريبا العدد ديالهم 1300، غير باش نطمئنوا الساكنه وباش نوضحوا الساكنه. السيد الرئيس نحاولوا نبسطوا الامور باش كل شيء يفهمنا، فهمتيني؟ شكرا سي نبيل. باش نفهمك مزيان بان هذا الشيء ديال الكهرباء راه عنده شقين. الشق الاول هو ما يتعلق بالناس المرخصين اللي عندهم التصاميم ديالهم، هذيك تتخاد بالبيرمي دابيتي وتتخاد يعني بالسيرتيفيكا دو كونفورميتي. هنا راه ما كاينش شي مشكل مطروح في الجماعه ولو ما تلقاش نص واحد. هذه من جهه. من جهه ثانيه كتبقى الحالات الاجتماعيه ديال دوك الناس اللي ما عندهم لا تراخيص، ما عندهمش لا تراخيص باش بناو لا حتى شي حاجه. الوغ حنا كنخدموا في اطار الشفافيه والقانون، يعني ملي كنبغيو نخدموا راه كنخدموا تحت ظل القانون.
والقانون ما تحمي لا يحمي المغفلين. يعني خاص انسان ملي بغى يدير شي حاجه خاصها تكون يعني داك الشيء يكون غادي في اطار القانون والسيروره ديال القانون الجاري بها العمل. الوغ عندنا طلبات ديال الضوء، انا اللي كنتسائل عليه هو سميتو هو ان كيقولوا 1300، ولا هذيك 1300 انا كنلقى في لي ليست اللي عندي بان راه كاين شي اسماء اللي معاودين اربعه المرات، يعني محسوب اربعه المرات، وكنلقى شي اسماء اللي السيد مسجل والزوجه ديالو مسجله. دونك هذيك 1300 راه ما كايناش كلها. هذا من جهه، من جهه ثانيه سولتيني وزميتو لان انا بعدا مع الاسف ومع الاسف الشديد، وهذه فرصه باش نتكلم في هذا الموضوع. هذا كاين بعض الناس يعني كيهضروا وكياخذوا شي حوايج تلقائيه كما هي دون احراج، دون سؤال لهذا السيد الرئيس، دون اي حاجه. يعني علاش نفسرها لك؟ كاين الناس دابا ما عندهمش المام بهذا الشيء ديال الشأن المحلي وكيهضر في الشأن المحلي، والشأن المحلي وما ادراك ما الشأن المحلي، ماشي ساهل، وهذا الشيء كيعرفوا كل شيء. الناس تعرفوا وخاص يعرفوا بان الرئيس راه تا هو ماشي الرئيس راه عنده الصلاحيه بانه يمشي يصنف بطريقه انفراديه ولا بوزيرة. كل حاجه عندها قوانين ديالها وعندها مساطر، والمساطر راه كيصنفها شحال من واحد، دونك ملي كيبغي يصنف شحال من واحد دونك راه خاصها شويه ديال الوقت. وانا دابا بمناسبه، انا بمناسبه ملي هضرتي معايا سي نبيل انا كنرجع لشي حوايج اللي شفتهم مؤخرا. شي ناس كتقول لك 10 سنين 16 عام، يعني حنا هاد الضو مني كاين دابا وعندنا هاد الماكن وهاد الشيء ديال لي زابونمون اللي كاين عند الناس وزميتو، اذا هاد الضو حنا ما يعني بحال اللي معمرنا عطينا هاد الضو كاع. وحنا اول جماعه اللي واصله التغطيه ديال الشبكه الكهربائيه 99%، واللي عنده حق رداه والدوره دخل من 2008، وعطينا الضوء في 2008 وعطيناه في 2012 وعطيناه في 2010 وعطيناه في 2015 وعطيناه مؤخرا تحت اللواء ديال الجمعيه ديال لجنه التعمير اللي كانت سابقا. فهمتي؟ هذا من جهه. من جهه ثانيه انا اللي كنبغي نوصل لك، علاش قلت لك بان كاين شي ناس ما عندهمش علم بالمواضيع؟ حنا جيستومون الضوء كاينه ان بروسيدور اللي خاصها الدار، لان ما يمكنش اي واحد باني عشوائي وعنده مخالفه وعنده سميتو يلحق هذا الرئيس بتلقاء نفسه وهذا ويسني ليه ويقول ليه هاك سير خذ الضوء وسميتو. علاش؟ لان هذه لا يمكن ويستحيل. هنا فين غيولي فيها بان راه كما قالوا الزبونيه والمحسوبيه والسياسيه، راه هنا فين غتدخل؟ ملي كتولي انت من تلقاء نفسك تلحق تسني وتعطي لواحد وسميتو. انا نو، انا ما درتش هذه الخدمه هذه، انا بقيت مستوبي ديك الامور. ومن ستوبيتا وزميتو ماشي ستوبيتا وسكت، انا كنقلب على الحلول. وهذا الشيء داروا فيه اجتماعات موسعه على صعيد العماله ديال المحمديه، وكنتحمل مسؤوليه الهضره اللي كنقول. درنا اجتماعات مكثفه على هذا الاساس، وصلنا لواحد النتيجه، وربما كتلقى الجماعه الوحيده اللي حطتها كنقطه وداولنا فيها المجلس مشكور، وقلنا بان راه هاد الناس خدينا عليها وسميتو، خديت قرارات ديال المجلس تيقول بان هاد الناس اللي كاينين وعندهم هاد المساله مثلا راه مخالف ولا كذا ولا كذا، راه خاص نديروا وسميتو وتسلم على السلطه المحليه ويسنيو الشيوخ والمقدمين وهذا ونعطيو الرخص للناس. هاد الشيء متى دار؟ هاد الشيء دار اسيدي قبل الكونفينمون بشي سيمانه ولا جوج سيمانات. الوغ ملي جينا حنا طحنا في واحد المشكل اللي هو كبار من هذا ديال الرخص، طحنا في المشكل ديال الضغط ديال الضوء. لان لا يخفى عليكم، علاش قلت لك راه كاين شي ناس سمحهم الله ما تعرفوش وما متبعينش، ما عرفوش بان راه كاين ولاد مؤمن واحد الطرف كبير في ولاد سيدي عزوز بان رمضان النص ديالو كامل وما كيفطروا على الشمع. وانا كنتحمل مسؤوليه الهضره اللي كنقول. وفائده به حنا في ذاك رمضان بقينا كنجاهدوا، وها الناس ديال الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء حاضرين، وها الناس ديال السلطات حاضرين بما فيها كان السيد رئيس الدائره وكان السيد القائد، وبقينا كنطيحوا كنلوضوا وكنجريوا على اساس باش وصلنا لواحد الحل اللي هو مرضي بيننا وبين الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء، باش داروا التقويه ديال دوك لي بوست اللي كاين في ولاد مؤمن ولاد سيدي عزوز. ودابا ولاد مؤمن ولاد سيدي عزوز راهم مضويين، وليكن في علمك ولاد مؤمن ولاد سيدي عزوز راهم اوتوريزي، راهم اوتوريزي حاليا وراهم كيتابوناو. خاص الناس تكون عارفه وتبحث وتسول وتسول الرئيس، ماشي يجي يقول 1300 و 1300 راه ما كايناش كلها. راه قلت لك كاين اللي معاود اربعه المرات خمسه المرات، و 1300 وحيد منا ولاد مؤمن. اذا ولاد مؤمن سون اوتوريزي
وانا اتحمل الكلام اللي كنقول، ولكم حق تسولوا الناس المكتب الوطني للكهرباء، ولكم حق تسولوا السيد القائد، ولكم حق تسولوا السيد رئيس الدائره. يعني رحنا بدينا الخدمه، ومني بدينا الخدمه اش كتسناو؟ كنتسناو ودي على اساس بان كاين هادشي ديال الكونفينمون، كاين هادشي ديال الوزن، كاين حجر صحي. هل يعقل نجيب انا كتافه ديال عباد الله ندخلهم عندي باش نعطيهم الرخص؟ هذا يمنع عليا من ان تامن، لان ما يمكنش، لان انا كنعرف ان فوا دو كوا تبدا بان اوتوريزاسيون بوحدها غادي يجيوك هنا 100 وغادي يتكتفوا لك هنا. الوغ ملي غادي يتكتفوا لك هنا كيفاش غندير لهم السلامه باش غنفرقهم؟ اذا خرقت الحضر. ولهذا حنا راه ما نسمحوش شي واحد يطاول علينا بالهضره ويقول لك حق السياسه ويقول لك حق هذيك. حنا ما عندناش سياسه مع المواطنين، حنا راه مواطنين تاع النخاع، حنا راه وطنيين وحنا راه عصاميين، حنا كبرنا وسط منهم، راه ماشي جينا نزلنا من شي بلاصه العالم الله شنيا ولا، حنا كابرين وسط منهم، حنا ولاد الباديه وكبرنا في الباديه وحنا ولاد القبيله. غير اسمح لي السيد الرئيس، غير حنا كمنظمه حقوقيه وطنيه على مكتب اقليمي على صعيد اعمال المحمديه عندنا 6 الجماعات. اول حاجه حنا كمنظمه حنا ما كنتمو حتى شي حزب سياسي، اول حاجه كنعرف انا هذا الشيء، ما كنتمو حتى شي حزب سياسي، وان شاء الله غيكونوا عندنا لقاءات تواصليه مع جل الرؤساء ان شاء الله، مع دير بني خلف المحمديه العين حروده الشلالات سيدي موسى بن علي. غير في الاشاره السيد الرئيس، اليوم المواطن كيتساءل ان شاء الله، واش السيد الرئيس ان شاء الله واش غادي يقدر يسني لنا الطلبات ديال الرخص ديال الكهرباء ان شاء الله؟ واش غادي يرفع حجر صحي؟ غير باش نوضحوا للناس، الناس بحال اللي عطشانه باغا تسمع عن السيد الرئيس امتى ان شاء الله هذا الرخص ديالو. حنا عارفين كنقدروا الظروف ديال الجائحه ديال كورونا، كنقدروا بزاف المسائل، ولكن حنا عارفين ما يمكنش انت غادي تجي تسني على واحد الوثيقه الا ما كان مع الساده الرؤساء ديال اللجان ديال التعمير وما الى ذلك. غير باش نطمئنوا الساكنه ان شاء الله، امتى يقدر يستافدوا من الرخص ديالهم ديال الكهرباء؟ واش في القريب العاجل؟ واش بقى واحد المده ديال تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور؟ اما ان شاء الله فاش يترفع الحجر الصحي؟ غير باش نطمئنوا الساكنه سيد الرئيس. سؤال وجيه وشكرا ملي سولتيني هذا السؤال هذا. الوغ دابا اللي كنقول لك باني انا درت مجهودات جباره، قلت لك ربما غتلقى الجماعه الوحيده اللي دارتها في الدوره ودارتها كنقطه في الدوره. دونك انا خديت قرار ديال المجلس، والقرار ديال المجلس تنفذ، يعني بهذا المفهوم الرئيس حق من حق عليه ينفذ قرارات المجلس. الوغ دابا ملي خديت ذاك القرارات وسميتو درنا لجان، خدينا اللجنه ديال التعمير، واللجنه ديال التعمير تاهي الله اعلم، لان ملي كنلقى لينو مدوب ليان والسميات مدوب ليان وكاين اللي مسجل هو مراته وهذا، دونك بحال اللي بان لي ما كانش تحقيق مهم، ولكن شي معاينه اللي هي كانت سيفيزونت يعني دار بدار باش نفهموا. ولكن هذا الشيء كله ما يمنعش بان تقول هذا كيتهرب على باش يعطي الرخص للناس ولا وزن. انا غنجيك من الاخر، الرخص سناتهم لجنه التعمير، سناهم الشيوخ المقدمين، سنا معايا لا ليست السيد رئيس دائرة زناتا. يعني انا ما بقاش عندي لو بروبليم، يعني هاد الناس كنقول لهم بان ان شاء الله تفوت الكونفينمون، غنبداو ايطاب بار ايطاب، تفوت الجائحه ديال كورونا ان شاء الله، وغادي نمشيو يعني دوار بدوار، وغادي ان شاء الله كل واحد غياخذ الرخصه ديالو اللي كيستحقها غادي ياخذها، فهمتيني؟ سون اكسبسيون، ما عندناش المحاباه وما عندناش السياسه في هذا الشيء، وما عندناش وسميتو. الا عول شي واحد على السياسه بانه غيديرها بالضو راه عارف خاسر من الديبار، لان كنسمع شي واحد. ولكن حاجه واحده اللي كنبغي انا، ما يجيوش شي ناس سامحهم الله ويركبوا عليها ويقولوا لا حقا قلنا قدرنا. هذا الشيء راه عطي لك في التواريخ السي نبيل، راه دايرينه في التواريخ قبل ما يهضر اي واحد وقبل ما يتكلم اي واحد. يعني حنا اللي كيهمنا راه كيهمونا المواطنين كثار من دوك الناس اللي باغي يهضروا، هذوك اللي باغي يهضروا حنا كيهمونا الناس كثر منهم. وحنا كما قلت لك حنا ولاد القبيله، نقول لك بالليسان الفصيح، نقول لك بالدارجه، حنا ولاد القبيله وحنا عصاميين كبرنا وسط منهم وبحالنا بحالهم، لا اختلاف بيننا. يعني هما دراوش حنا دراوش. السيد الرئيس، حنا اليوم الهم ديالنا هو المواطن خصو يستافد، ويستافد شنو المساله ما هي فهمني. انا كنقول لك شوف، غادي نبلغ لك واحد الرساله، غنبلغها لك السي نبيل، وشكرا، نعاود نجدد لك الشكر على اساس جيتي باش انا نوضح شي امور. الله يجازيكم بخير
وشكرا لك جزيل الشكر. وانا كنحب نضيف واحد الفكره ديال التواصل. انت كتواصل يعني انت ما كتخدمش من تلقاء نفسك. انا هذه شهاده لله قلتها في حقك يعني خصني نقولها موراك ولكن قلتها قدامك دابا. علاش؟ لانك انت كتواصل يعني ما كتوصلش ودير شي حاجه وما توصلتيش. انا بعدا نتحدى اي واحد كتب على الضوء عمره ما تواصل معايا. نتحدى اي واحد. وانا كنشوف بعض المقالات حق جبدنا الملفات من الرفوف ودرنا وفعلنا وتركنا. انا ما عمري شفتهم. انا عمري ما شفتهم ملفات جبدنا حنا من الرفوف. حنا اللي عندنا مسؤوليه وحنا اللي كيهمنا المواطن. غير هذاك الشيء خصو يكون في اطار الشفافيه والقانون. ما يكونش عشوائي، ما تكونش فيه المحاباه، ما تكونش فيه السياسه. انا راه كونتر هاد الاشياء كامله وكلشي كيعرفني بهاد الطريقه ديالي. كما قلت لك السيد الرئيس، انا عباش نبشرك بان ان فوا دوكو ان شاء الله غادي يفوت ان شاء الله هاد الحجر الصحي. غنبدا نديليفري لوتوريزاسيون ديال الناس وماشي غادي تبقى نديليفريهم. ماشي انا كنت حابسهم، نو كنحابسهم القانون. دابا مني عندي اون باز وصلوا معايا هاد الاطراف كاملين وغتشوف لا سيناتور معاش. ان هاد الشيء قريب ماشي بعيد، راه قبل الكونفينمون بشويه. من يصنعوا معايا وزميتو اهلا وسهلا. نسولك سؤال سي نبيل واسمح لي وخا انت كتسالني انا غنسولك سؤال. شنو اللي في مصلحه السيد الرئيس مثلا؟ الرئيس اشنو في مصلحته؟ واش مصلحته يرضي المواطن ولا يزعفوا عليه؟ احنا لا، اشنو في مصلحه هذا الرئيس؟ هذا الرئيس واخا يكون حمق. لا مثلا واخا يكون هذا الرئيس حمق، شنو مصلحته؟ هو دابا مرأس جماعه على قبيله ديال الناس. واش مصلحته هاد الناس يغضبوا ولا هاد الناس يكونوا ساتيسفي؟ المصلحه ديال جيك من الاخر، واش بغى الناس يقولوا الله عمر هذا ولا يقولوا الله يدعوا فيه من اتساع؟ المصلحه ديالنا احنا كمجتمع مدني وكمجتمع حقوقي وكالمهام اللي عندكم، راه اليوم هاد المسؤوليه اللي خدينا على العاتق ديالنا جميع حنايا وحنا كمجتمع مدني كشريك قوة القانون. اليوم الهم ديالنا شنو هو؟ الهم ديالنا هو المواطن السيد الرئيس. هذا هو اللي علينا كاملين. يعني 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 احنا اليوم الى واحد العائله استفدت وكتعرف هذه الظرفيه ديال الحجر الصحي السيد الرئيس، الى استفدت احنا راه ما بغيناش نشكو في المجهودات ديال الجماعه وديال في المجهودات ديالكم ولا الموظفين ديالكم ولا الاعضاء سواء الاغلبيه او المعارضه. راه اليوم الهم ديالنا هو المواطن. احنا اليوم غنكونوا كاملين في حقوقي اجد سعداء ملي غادي نشوفوا اسره خدات واحد الرخصه وخدات واحد الكونتور ديالها واستافدت ويكونوا مرتاحين ونقدروا نشوفوا مشاكل اخرى وثاني نحيدوا ديال الاعدادات. سي نبيل هادشي راه ما فيش شك. وانا ملي كنقول شي حاجه كنعرف اش كنقول. كنقول لك مور حاج الزيحنا دابا قلت لك ولاد مؤمن حاليا راه كيتابوناو وخا تمشي دير عندهم دوره ان شاء الله وتشوف كيتابوناو. يعني لا ليست ديال ولاد مؤمن سيفيني كلهم كيتابوناو دابا اوتوماتيكمون كيتابوناو بواحد الطريقه اللي درنا حنا بواحد 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 اتفاقيه بينه وبين الواينوه. علاش؟ لان الواينوه قلنا كان نقص كبير في هذا الشيء ديال الضغط ديال الضوء. وهضرنا مع الواينوه في رمضان، حنا كنا واقفين في رمضان على هاد الامور، وقفنا ليل نهار حتى تسوات الوضعيه. من تسوات الوضعيه راه الناس كلها كتابونا الحمد لله. يعني هذا ما بقاش تحس به، تحسب فيه 1300 وزميتو، خص من يتبع. واش فهمتي؟ خاص بنادم يتبع، ماشي يبقى يهضر. ايوا ولاد مومن راه ماشي ساهله، وفيها طرف من ولاد سي عزوز، هادو كلهم في ان ليست، وكلهم كان عندهم هذا المشكل، وكلهم دابا كيتعابوناو. ولكن اللي كنوعدك به باش تبلغ حتى كمجتمع مدني وكحقوقي تبلغ باني ان فوا دوكو ان شاء الله يسالي الحجر الصحي راه حتى الدواوير الاخرين كلهم راه غادي ياخذوا ليزوتوريزاسيون ديالهم ان شاء الله. لاني انا عندي لي ليست مسنيين من طرف السلطه ومن طرف اللجنه ومن طرف اعوان السلطه. يعني هاد لي ليست كاملين مسنيين، وهذه هي الخدمه. ماشي الخدمه تاخذ قرار منفرد، قرار منفرد راه ما كيدوش في هذا الشيء الجماعه. حنا غادي نشوفوا هاد الناس، وهاد الناس خصو يستافدوا، ومازال كاينين شي ناس اللي صفق لهم مساكن اللي ما دفعوش الطلبات ديالهم، حتى هما نعاودوا نشوفوا. غير واحد اللي ما دافعش الطلب ديالو، اللي ما دافعش الطلب، شوف اسمع نقول لك، اللي ما دافعش الطلب ديالو الجماعه مفتوحه، يجي يدير الطلب ديالو. واللي عنده الطلب ان شاء الله راه غادي ياخذ الرخصه ديالو، حاجه واحده. ما يركب عليها حتى واحد. هذا الشيء راه مجهودات جباره ديال السلطات المحليه وديال السيد عامل العمالات المحمديه وديال 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 السيد القائد وديال السيد رئيس دائره زناته وديال المجلس ككل. نعم. يعني ما يجيش شي واحد ويقول لينا باني انا راه حقه ولا هذه ولا الرفوف ولا هذه ولا هذه. حنا راه ما عندناش الحفظ هنا، ما كنديروش الحفظ. حنا
حنا كمجتمع مدني كنشوفوا كنتسمتوا اغلبيه كنتلاقوا اتصالات مع المواطنين كنشدوا عليه كنديروا مراسله ديالنا في الموضوع كنخبروا الجهات المعنيه المختصه كنقول مع المعاناه ديال الساكنه. هنا ملي كنشوفوا بان الجهات المسؤوله واش كاين شي تواصل ولا ما كاينش؟ الحمد لله اليوم كاين تواصل وكاين تواصل قبل وكان عده مشاكل واتصلنا بهم وتحلات الحمد لله بعض المشاكل. اليوم كما قلت لك السيد الرئيس مني بشرتينا بالخير ان الساكنه ان شاء الله يترفع الحجر الصحي ان شاء الله وهذه غادي تستافدوا ونشوفوا الناس اخرين الميت. هذا راه كيبشر الخير. ونتاكد هذا الشيء حتى المواطنين عارفينه. نعم. راه قلت لك بعض الاطراف سمحهم الله باغي يركبوا على الموجه هكاك. وشتي انا ما كيمنش يركب على الموجه ولكن يركب بالحقيقه. ويركب شوف يركب بالحقيقه ويركب بحياد. نقبلو ما يكونش مدفوع. انا ما يتدفعش ويدير وزنيتو. انا قلت لك هادو اللي تيهضروا حتى واحد ما ناقشني. حتى واحد ما ناقشني في الموضوع. وعمرني ما شفت شي واحد. واش فهمتي؟ حنا كمنظمة وكثر من هذا اكثر من هذا اكثر من هذا ما نبقاوش حنا في الضوء السينابيل. الضوء المشكل ديالو منتهي. لا اسمع لا 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 اسمع اسمع لا السينابيل ما باغيش نهضر معك في هذا الموضوع اللي كتقول يا وزميتو. انا كنقول لك ما نبقاوش غير في الضوء والضوء ديالو منتهي. انا بغيت هاد الناس اللي هما كيمثلوا المجتمع المدني انا بغيتهم يجيو عندنا ويجيبوا دراسات ويجيو وزميتو نتعانقوا يد في يد ونتعاونوا في حوايج اخرى. ما الضوء راه فين الضوء؟ دور احنا حلينا المشكل مع السيد العامل مع السيد العامل الله يجازيه بخير ومع السيد القائد ومع السيد رئيس الدائره ومع الناس المسؤولين مع المجلس كامل ككل. يعني ما تلقاش نص واحد في المجلس اللي هو رافض بحال الامور هذه. يا لوخ ويجيو عندنا ويجيبوا لنا دراسات معاهم ويجيبوا لنا مسائل معاهم وندخلوا ونتعاونوا ونزيدوا بشي حاجه لهذه الجماعه هذه ان شاء الله. اما الهضره ما كدير والو. لا كما وعدتينا سيد الرئيس ان شاء الله ما تفوت هذه الجائحه وهذه بكاع الامور ان شاء الله الناس غادي يستافدوا. هذه ما فيهاش مشكل. انا عندي شوف تليكن في علمك انا عندي ليست جاهزين. انا عندي المشكل فاش في هذا الشيء ديال الحجر الصحي. واش فهمتي؟ انا ماشي عابث من تلقاء نفسي ولكن الحجر الصحي فين غنجيب انا نجيب كوكبات ديال الناس للجماعه ولا شنو؟ واش فهمتي؟ ما عندكش طريقه ما عندكش الطريقه كيفاش هو سميتو كيفاش غدير هو سميتو يفوت الحجر الصحي راه غيجيو هكا كاع اللي عنده شي رخيصه ديالو حاطه هو سميتو يجي مرحبا به وغنعطيو ان شاء الله الرخصه ديالو غيمشي يدخل المكانه ديالو والله يسهل عليه. غير بنادم ما يضخمش هاد الاشياء. حنا الجماعه كلها مضويه فهمتي. انا ما بقاش نسمع ديك اللعبه ديال هذا داير الشمع ولا هذا شي راه نحلفك باليمين حتى ما كاين شي واحد يدير الشمع وبلا ما ندخلوا في التفاصيل. كما كنشكر السيد الرئيس اللي وعدتينا ان شاء الله يفوت هذا الحجر الصحي ان شاء الله باش الساكنه تستافد من الرخص ديالها. غادي نعطي هذه الكلمه للسي محمد رقيله نائب رئيس جامعه السيد مسلم الجدور وفائل الجمعاوي بصحيح احمد المحمدي. تفضل السي رقيله. غير بسم الله الرحمن الرحيم تكلمتوا على المساله ديال الكهرباء. السيد الرئيس راه قضى بما فيه الكفايه ووضح لكم يعني جميع المراحل اللي دازت منهم هذه المساله. غير انا بعض الحوايج باش نوضحهم. المشكل ديال الضوء راه ماشي مشكل الجماعه راه موقفه والسيد الرئيس اللي كيتكلموا على السيد الرئيس ما سمعش الرخص ولا كاين مشكل. كانت بعض الامور اللي كانت خاصها اجراءات قانونيه خاصها الجماعه المده هذه نهضروا غير على هذه الولايه راه دارت خدمه كثيره. انا كنشوف الكلام كيقولوا الكهرباء بقى 1500 1400 يعني بحال الجماعه ما مضويهاش. بالعكس الجماعه السيد مسلم الجدور راه مضويه تبارك الله. غير المشكل اللي فيه الناس كانوا مع والديهم كاين اللي كيخرج كاين اللي كياخذ بيت كاين اللي كياخذ يدير دار ديالو بوحديتو دونك راه كيخصو عداد. اما الاب يعني العدد الرئيسي راه كاين يعني الناس تزادوا يعني ماشي نقولوا احنا حتى ما كنعطيوش الضوء الضوء راه كاين الجماعه تبارك الله تزادوا ناس اللي خصهم مازال عداد جداد. هذا المشكل راه كنسمعوا بان ما تعطاش الضوء تبارك الله يعني في 2015 تعطات واحد تقريبا جايين 1000 ولا 1000 وزياده ديال العدادات. بدينا في 2016 2017 اللجنه خدمات واحد الخدمه مع السيد القائد ديال جامعه سيدي موسى مجدوب ومع الاعوان ديال السلطه في المنطقه دونك واللائحات يعني تقدموا وتعطاو منهم والرئيس عطى من بعض الرخص اللي الناس استافدوا منهم في 2016 2017 دونك كاينه لائحه اخرى لان هادشي ما يمكنش تنحبوا كما قال السيد الرئيس راه ماشي تخدم لان الدور راه ملف لان كل كان كاين كبار قانونيين غادي تعطيه الرخصه ديالو قانونيا لان هاد الناس يعني ما كاينش بيراميدال تيخص واحد اللجنه ديال معينه مع السلطه ويدار واحد المحضر ديال هذه المعاينه ومن بعد كيسنيهم السيد الرئيس. هاد المرحله تبارك الله دونك راها حلينا هذا المشكل بصفه نهائيه كما قال السيد الرئيس تحدى هذا المشكل. طلبات راه دارت الخدمه ديالها السيد القائد مع السيد رئيس الدائره دار الخدمه ديالو
كانت غتبدا العمليه ديال قبل الكونفيرمون كانت غتبدا العمليه ديال يعني توزيع الرخص ديال الكهرباء، وهذا هو القرار اللي كنا متفقين مع السيد الرئيس كمجلس، لان كنا خدينا القرار يعني المده ديال تقريبا شهر واحد كانوا غادي يتسلموا الرخص شهر جوج اللي احتاج هذا الكونفيرمون. دونك جا هذا الكونفيرمون وجا الاجراء الصحي وجا تشوف البدايه ديال هذا ديال الانطلاقه ديال هذا الكونفيرمون. دونك شفتي كيفاش كانت الخطره شويه صعيبه، دونك ارتئينا ناجلوا شويه حتى ما تعطى انطلاقه، وبدا السيد الرئيس يعطي هذا الرخص اللي هما غير مي ما كنبغيو ما كنبغيوش نسمعوا بحال هذا الكلام، يعني كيجي واحد علاش الجامعه ما كتعطيش الضوء، علاش لا بالعكس جي سول اشنو دار الجامعه كتعطي الكهرباء او عطات الكهرباء وما موقفش الكهرباء، والحمد لله الناس كلهم غيستافدوا سواء سيما من طرف يعني جميع الدواوير بربعه ان شاء الله باذن الله. وكما قال السيد الرئيس ابتداء مباشره من وراء الحجر ان شاء الله من منطلقه العمل غنبداو بشويه بالتوزيع شويه واحد ان شاء الله حتى كلهم ان شاء الله ياخذوا الضوء ديالهم. وكنشكر السنس على المجهودات ديالكم السيده السابقه واللي عطيتي لنا سيتو واللي هي في واحد اللائحه اللي كانت تقريبا عدد كبير من التسميه حنا متفقين. حنا هذه اللائحه ما خصنا فيها حتى واحد، جميع الناس واحد بواحد درنا معاينه لجميع الناس الساكنه بجامعه سيدي موسى المجدوب، اللائحه عند السيد الرئيس. بلاتي اللائحه ملي درتوها انتم ودوزتوها بوش شحال لقيتوا فيها؟ 841 و 13 من وين جات؟ ما عرفتش انا يعني عاوده يعني يعني كاين اسماء متكرره كاين انا عندي لي ليست وما عندي هنا نوريهم لك دابا، لان كاين اللي معاود اربعه المرات، كاين اللي معاود خمسه المرات، كاين اللي مسجل هو مسجله المراه فهمتي، كاين اللي مسجل هو مسجل ولده الاولاد ديال الاعداد الكهربائي اللي واعدتينا ان شاء الله يفوت الحجر السحري ان شاء الله غادي تهضر غير للتذكير راه السي الخويا قال لك بانك اربعه زواج من ورا، حنا قلت لك ولاد مؤمن راه ديجا كيتابوناو دابا حاليا كيتابوناو وحاليا ركب لي من البوست وحاليا راه الناس مضويين وراه ما بخير باش تكونوا عارفين هذه الاشياء هذه. كنشكروك على النقطة اللي سميتو، كنشكروك كذلك السيد. وغير اضافة الهم ديال الرئيس ولا المكتب ولا الجماعة، الهم ديالنا هو المواطن. أنا هو المواطن سي نورمال. سي نورمال. غير كاين بعض الإجراءات اللي كتأخر لك، كتجي يعني في واحد الظروف اللي كتأخر لك. الهدف ديالنا إن شاء الله هو التوزيع ديال الكهرباء على الجميع، ما يبقى حتى واحد بإذن الله إن شاء الله في الشهور المقبلة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. غير واحد كنشكروك هذا السؤال ديال إعداد الكهرباء. غادي نسولوك على الشطر الاول ديال الطريق اللي كان الجماعه اللي صارت يعني تقريبا واحد المبلغ مالي قدروا مليار و200 واللي كان تقريبا العدد شي 11 كيلومتر تقريبا السيد الرئيس، فين وصل الشطر الاول؟ وبالنسبه عاد الشطر الثاني اللي غتصرى عليه الجهه اللي غادي يستافدوا منه دوار سيدي الزوز والعاليات ودوار ولاد بحمد، بغيناك تعطينا واحد الفكره على الشطر الاول فين وصل تقريبا شحال 100% وعاد الشطر الثاني اللي غتصرى عليه الجهه. دابا بالنسبه للطرقات لان الشركه كانت خدامه يعني دازوا بزاف ديال الطرقان يعني لا ماجوريتي ديالهم راه ما دازوا الحمد لله وراه على احسن ما يرام، وراكم كتشوفوهم وربما انت راه شفت واحد الفيديو ديالك راك دزتي فيهم كاملين سبق ليك سجلتي فيهم وسجلتي سيغلو ليو يعني سجلتي في عين المكان وراني شفت ذاك الفيديو هذاك يعني اللي كانت بقات لينا في وزميتو بقات لينا ديال ولاد الهجاله واحد شويه ديال ولاد الهجاله شي شويه واحد الموصه جيت لا ماشي هذيك مشيت مسجد رحمه كدوز على هذاك بقات لي هذيك كان عندنا واحد امتي بروبليم مع الناس ديال الصوماص حيت كاين تما القادوس ديال 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 الغاز دونك تغلبنا عليه وكانت بقات لنا شي شويه هنا في ولاد بحمد لان هذوك ولاد بحمد تما كانوا شي ناس حتى هما عرقلوا لنا شويه باش الاخرين كلشي دازوا هذوك عرقلوا لنا شي ناس تمايا الله يهديهم حتى هما عرقلوا لينا واحد شويه تما ولكن دابا حاليا راه كيبان لي بان دوك الناس راه سون ساتيسفاي وراه دوك الناس دابا راه مزيانين كانوا غير ما فهموش الله يكون في العون واش فهمتي كاين اللي مسكين خايف من القادوس كاين اللي خايف من تهز ليه التراب كاين اللي وزميتو الله يكون في العون لان الناس عندها البلادات ديالها وداك الشيء دونك المشكل راه تحل وكما شفتي دابا راه الشركه راه هي حاطه كانت حبسها مع هادشي ديال الكونفينمون حتى هي هي دابا راه رجعت الماتيريال ورجعت وزميتو هذاك الشويه اللي باقي ان شاء الله راه حنا غنتغلبوا عليه نكملوا ان شاء الله باذن الله ما كاينش لو بروبليم. اما فيما يخص الطرقات ديال الجهه الطرقات ديال الجهه انا جاني الميساج بانه راه عطاوني ثاني واحد 11 كيلومتر ولا تقريبا 12 ديال 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 الطرقات بما فيهم دور ولاد بحمد بما فيهم هاد العوينه اللي قلتي بما فيهم بما فيهم ولاد سيدي عزوز وترافيرسي بار ولاد الهجاله يعني شي طرقات اللي هما مهمين وخاصهم يكونوا ان شاء الله والجهه مشكوره انا مؤخرا
شخصيا مشيت درت مع دوك الطرقان كاملين مع الناس ديال الجهه مع دوك لي تيكنيسيان ومع الناس المسؤولين على الجهه مشيت درت معهم دوك الطرقان وعلى لسان دوك الناس بان لو مارشي راه هو داز المارشي ديال الطرقان داز ويعني كل شيء جاهز بقات لي انطلاقه ديال العمل الانطلاقه ديال العمل ما عندناش ان طون فيكس اللي قالوا لنا مثلا قالوا لنا مثلا في شهر 5 في شهر 6 هما كانوا تيقولوا لنا النهار كان عندنا داك الاجتماع موسع معاهم كانوا كيقولوا في لي زونفيرون ديال 5 و 6 ان شاء الله حيت هما تيخدموش في الشتاء قال لك في زونفيرون ديال شهر 5 و 6 ان شاء الله راه غادي تبدا الانطلاقه ديال دوك الطرقان ان شاء الله باذن الله مزيان وبالنسبه للطرقان راه الناس كيتعاني بزاف وبالاخص في الظرفيه ديال الشتاء وهذه ما كرهناش نزيدوا انتم كانوا كجماعه واش حاجه نزيدوا مع التنسيق مع الجهه باش نضبطوا الامور باش هاد الناس يستافدوا ويتحد من هذه المعاناه دابا حنا باش نفهمك مزيان باش تعرف بان حنا راه اللي كيهمنا راه كيهمنا المواطن نعم حنا دابا واش كنا منين جاتنا هاد الفلوس هادي منين جاتنا حنا راه جماعه قرويه فقيره ما عندهاش كاع مداخيل المداخيل ديالها راه ناقصه واش فهمتي حنا راه عايشين بالسيفونسيون ديال الداخليه راه عايشين بوزميتو بالاعانه ديال الداخليه ولكن اش كنديروا يعني ملي كيطيح لنا شي فائض هاد الفلوس اللي قلتي حتى هاد المبلغ اللي قلتي هذا راه ماشي نزل علينا من وزميتو لا عجن ولا جناعة وزميتو هذاك الا جيتي تطالع به وريتك المحاضر غتلقى عنده واحد 10 سنين ولا 8 سنين وحنا كنجمعوا باش جمعنا داك المبلغ باش صوبنا ديك 11 كيلومتر يعني هذا من جهه باش نفهم باش نفسر لك مزيان يعني حنا قرا العين بصيره واليد قصيره اش بقى لينا قالت لينا خصنا نديروا اني فوغ ونجتهدوا ونمشيو نطلبوا ونرغبوا ونحضروا الاجتماعات ونحضروا مع الجهه ونحضروا مع يعني هذا الشيء اللي درنا ولكن هذا الشيء ما كيتشافش ملي كديريه كديريه بوحدك وكتمشي كتحضر الاجتماعات وكتغوت على الجماعه لان داك تقليد وامانه في عنقك كتغوت وزميتو فعلا مشينا للجهه وبقينا كنطلبوا وزميتو طلبوا منا باش نعطيوهم مثلا لي بيست اللي وزميتو قال لك اكونديسيون خصهم يكونوا مثلا عندهم الدراسه عندهم حنا اوريزمون انا الطرقان اللي عندي كلهم ديال الجماعه نهار كنت كندير الدراسه نهار كنت كندير الدراسه لهاد الطرقان اللي غيدوزوا انا درت الدراسه ديال الطرقان كاملين بصفه اجماليه ديال الجماعه دونك انا الحمد لله تلقاو عندي تلقات عندي الدراسه ديالهم وعطيتهم للجهه دابا راهم بالدراسه ديالهم في كل شيء الجهه دابا ان شاء الله حتى هي راه كانت الحمد لله الله يجازيهم بخير وكنشكر رئيس الجهه ونشكر كاع والمستشارين اللي معاه وفي الدرجه الاولى كنشكر السيد العامل لانه هو صاهر بمعنى الكلمه على هذه الامور هذه السؤال الثالث سيد الرئيس هو التعقيب تعقيب كورونا بالمنطقه سيدي موسى مجدود واش الجماعه شفنا شفنا شي الجماعه راه دار التعقيب ولكن زيد توضح لنا سيد الرئيس العمليه ديال التعقيم اللي قامت واخا حنا سيدي التعقيم في الاول راك عرفتي في الاول سيدي ديال ملي جات الكونفينمون جات على غفله ملي جا هادشي ديال هذا الوباء الله يعم سيدي ربي يرفع علينا نيت هذا الوباء والله يعم سيدي ربي يدير لنا تاويل الخير ان شاء الله ويرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء ملي جات الكونفينمون جات على غفله اش درنا حنا ارتئينا الجماعه ما كانش عندنا لا مثلا باش غادي نعقموا ولا ما كانش عندنا الاليات باش غادي نعقموا الوغ مشينا قشرينا واحد جوج المطار وهذا اللي هما كيعقموا درنا مانيال ومشينا اضطرينا ثاني باش تكون على علم بهذه الاشياء اضطرينا وطلبنا واحد الفلاح والله يجازيه بخير وجا عندنا وجاب معنا البوطه ودي وعقمنا بها ولكن درنا اني فوق شدينا داك الشيء اللي عندنا وزميتو لان كانت عندنا الحمد لله عندنا شي حاجه في الفائض وزميتو مشينا للسيد العام المشكور وكنعاودها مشكور بزاف 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 ان كيف حطينا لي كيف سنانا السيد العامل برمجنا تراكتور زائد بوطه بجميع المواصفات ما للكلمه من معنى ديال المواصفات ديال ديك البوطه وشرينا داك التراكتور وشرينا البوطه وشري وعدنا الحمد لله الدو كل شيء راه حنا كما شتي لاحظتوا راكم صورتوه وقيله يعني دابا راه حنا كنعقموا على احسن ما يرام كل شيء ما عندناش المشكل ديال التعقيم دابا ان شاء الله الجماعه مازال زايده في التعقيم ان شاء الله بيان سور مازال زايده في التعقيم مازال زايده في التعقيم غير ما لا يفوتني بان راه داخل ثاني هذا التراكتور السيد العام الحمد لله سنا لينا امبيلونس داخله في هذا الاطار ان شاء الله راه حنا في اطار العمل على هذا الامبيلونس ان شاء الله وانا كنوعدكم دون 15 يوم ان شاء الله وزميتو غتكون هذه الامبيلونس جديده ان شاء الله ورغم اضافيه ورغم اني عندي جوجات خدامات دابا راه غادي نزيد التروازيام ان شاء الله باذن الله سوا باش ما نطولوش وما نقدروش نعطيو الكلمه سيد الرئيس بكل صراحه باش نكون معك صريح كنتلقى العديد اتصالات ولقاءات مع الشباب ديال المنطقه واللي مع كامل كيتاسفوا على بعض الشركات
كاين عندنا بعض الشركات المنتجات السياحيه اللي ممكن تشتغل العدد ديال الشباب من منطقه تقريبا 90%. كاين بعض الشركات اللي خاصو يحترموا واحد دفتر التحملات اللي ما بين الجماعه يشغلوا الشباب ديال المنطقه، حيت الشباب ديال المنطقه كيعاني يا سيدي الرئيس ما كيخدمش. بعض الشركات سيد الرئيس كيجيبوا من الجهه ديال سميتو، ولكن بغينا الناس الشباب ديال منطقه سيدي مسلم يشتغلوا، نحاولوا حنا كمجتمع مدني وتنتو كصفتكم كرئيس الجماعه وكمنتخب نكون واحد الحوار مع الشركات يتعاونوا مع الشباب يخدموهم شويه، حنا عندنا شباب اللي يقدر يعطي. حنا كنشوفوا جوج منتجات لا بذكر الاسم ديالهم تبارك الله راه واصل لواحد 90% ديال الشباب، بغينا هاد الشركات تاهما يزيدوا يشغلوا لنا الشباب. اولا بعدا نقول لك واحد القضيه، المنتجعات السياحيه اللي قلتي وسميتو انا كنعرف بعدا فيها الناس ديال القبيله. نعم هادو فيها الناس ديال القبيله كلهم، انا مني كنشوفهم راه فيها غير الناس ديال القبيله. كاين شركات اللي هذوك الشركات مع الاسف حنا ورثناهم اليبوك مني كانت العمالات بن سليمان ورثناهم، كاينين تما وسميتو فهمتي، عندنا معاهم ان بروبليم، كاين اللي مرخص وكاين اللي غير مرخص باش نكونوا واضحين. فهمت يعني مني كتبغي تهضر معها خاصك تهضر معها في اطار القانون. انا بالنسبه للشركه نعترف بها الا كانت مرخصه، كانت ما مرخصاش راه خاصها تسد، هذا هو اللي كنعرف. ولكن هذا ما يمنعش بان احنا بحال هذا الشيء اللي قلتي، ما يمنعش بان احنا خصني ندخلوا بحال هذه الامور ونشوفوا معهم على حساب، ورغم اني انا عارف بان الشباب ديالنا خدامين، انا عارف كان واحد القسط من الدراري خدامين كاع اللي عندهم شي حريفه ولا شي صنعه ولا شي حاجه راهم خدامين، ولكن هذا ما يمنعش بانهم خاصهم يزيدوا ويكتفوا ويدخلوا لنا الدراري ديالنا، بعد على الاقل نكونوا حنا استفدنا من واحد الناحيه. واش فهمتي؟ تماما نكونوا استفدنا من واحد الناحيه، هذه ما كاينش فيها المشكل الحمد لله، هذه ما فيهاش المشكل. زياده على ما قال السيد الرئيس بالنسبه للطرقان، الحمد لله انا كتب لي جماعه المسلم جو تبارك الله راه في واحد المستوى جد عالي، راه كاين تبارك الله عندنا طرقان اللي هما تبارك الله كبار في المنطقة، زيادة على الطرونش اللي بداتو الجماعة وراه غدا غيرجعوا ابتداء من اليوم راه بداو خدامين اللي غادي يكملوا هذاك العمل الأول ديال الطرونش الأول تبارك الله، وكاين عندنا الطرونش الثاني اللي غادي يكون، زيادة على الطرقات ديال الجهة اللي قالكم السيد الرئيس اللي غيكونوا مازال جايين في الطريق إن شاء الله، مع العلم بأن راه ما غنتسناوش حنا واخا الجهة خدامة، حنا كجماعة حنا خدامين على باش نوفروا مازال على طرقات أخرى اللي غيبقاو لينا باش نكملوا تكون إن شاء الله الجماعة ديال سيدي مسلم ما يبقاوش فيها البيست بزاف كلهم يكونوا غودروني ان شاء الله باذن الله. زياده على الطبقه اللي عندنا فيها بالنسبه غير كاضافه، راه حتى بالنسبه للصحه راه كاين عمل كما قال لكم عندكم مساله، لان ولا الحمد لله خدام ثلاثه ديال السيارات ديال الاسعاف حاليا، كاين جوج وحده هي جايه في الطريق راه بقات واحد 15 يوم غادي تكون موجوده، وجوج راهم خدامين حاليا، ووحده راه غنقادوها راه هي كاينه في الجماعه عندنا ان شاء الله باذن الله، دونك راه غنولي في واحد اربعه ديال السيارات الاسعاف اللي كاينين في الجماعه باذن الله. زيادة على 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 التعليم اللي خدمت الجماعة مزيان مع عمالة المحمدية، ونشكر السيد العام ونشكر يعني مجلس العام ديال المحمدية على لي ترونسبور اللي عندنا الحمد لله، راه حاولنا نوفروا بأن دابا ترونسبور راه خدام ديال الجماعة، عندنا ثلاثة ديال السيارات ديال ترونسبور اللي هما كانوا كيشتغلوا إن شاء الله، ومازال غادي نحاولوا نزيدوا يعني نعموا لي ترونسبور الجماعة كامل حتى ما يبقاش هذا المشكل بتاتا إن شاء الله، وهادشي إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله. زيادة على باش ما نبقاوش نرجعوا للكهرباء لأن هذا المشكل ديالو تحل بتاتا، زيادة على كما تكلمتي على التشغيل إن شاء الله حنا كنا كنتكلموا راه عندنا في يعني في المخطط الجماعي، لأن الجماعة عندها واحد المخطط جماعي كيفاش تشتغل عليه، راه كاين إن شاء الله اللي غيكونوا واحد الحي صناعي إن شاء الله مستقبلا، وغيكون بواحد المعايير اللي ما غاتكونش فيها يعني ما يكونش ملوثين للبيئة إن شاء الله، اللي غاتكون اللي غيخدموا كما تكلمتي وغيخدموا ولاد المنطقة إن شاء الله بإذن الله، وغتكون يد العاملة كثيرة وغيعطيو واحد التنمية مستدامة إن شاء الله للجماعة ديال سيدي موسى المجدوب، زيادة على السياحة اللي كنشوفوا تبارك الله، لأن كمنطقة سياحية ديال جماعة سيدي موسى المجدوب منطقة فيها حية بامتياز تبارك الله، يعني السياحة راه باش تهضر الطريق ديالها وحتى هي داخلة في المخطط الجماعي، وكاين أمور اللي كنا دخلناهم اللي غنشوفوهم مع وزارة السياحه ان شاء الله مستقبلا في هذه الايام ان شاء الله والشهور الجايه، مع الفلاحه كذلك مثل انها منطقه فلاحيه امتياز، وعلى ملي شفنا هذا الموضوع حاليا كنا المرحله ديال الشعير اللي كيدار حاليا، وخا ترى يعني لا اسمح لي غنقاطعك السير الخيلاء، بالنسبه للشعير، الشعير هذا هو مع الاسف بان الشعير جاء انا لا علم لي به، انا كرئيس جامعه سيدي موسى مجدوب لا علم لي بالشعير بانه وصل، ما عنديش اين يدي، وحتى فائده به كنتفاجئ بالمواطنين كيسولوني تيقول يا الرئيس الشعير ما الشعير كذا كذا كذا، انا جو سي با الشعير كيفاش تعطى ولمن تعطى وشكون اللي وزعوا وكيفاش وزعوا جو سي با، فهمتيني؟ وهذه انا مع الاسف واستنكر بين يدخل الشعير للتريطوار ديال سيدي موسى مجدوب والرئيس
في خبر كان لا يعلم شيئا عن الشعير. هذه بغيت نبلغها، انا بغيت نبلغها لمن يهمه الامر، لان الشعير انا مني جاء لا علم لي به، وانا كنتسائل من طرف المواطنين، شحال المواطنين كيسولوني كيقول يا الرئيس الشعير الرئيس الشعير الرئيس الشعير، لا علم لي لا بالشعير ولا كيفاش جا هذا الشعير ولا منين جا هذا الشعير ولا وزميتو، يعني ما كاينش شي واحد اللي سأل هذا الرئيس أوسيجي ديال الشعير، لا مسؤولين ولا هذه ولا هذه، حتى شي واحد ما هضر معايا هذه. أنا هذا سؤال كنطرحه مع علامة استفهام، كيفاش هل يعقل بأن الشعير كيتوزع في التريطوار عند الرئيس والرئيس لا يعلم شيئا؟ حنا كمنظمة هذا هو العديد الفلاحة واللي مسك الله يسرهم في الجائحة ديال كورونا، مسك ما حيتهم المعيش ديالهم، ما حيتهم الملاحة ديالهم، وخرجنا بواحد الفيديو بواحد التصريح كنستنكرو، وصلنا للجهات المسؤولة مشكورة، كنشكر عمالة المحمدية اللي دخلات في الملف استعجالي وتواصلنا مع العمالة واللي عملت النسخات واللي عطات تعليمات ومؤخرا كنتفرغ، ولكن هادشي مزيان تفرغ، ولكن راه شويه جا وحنا ما انا كرئيس ما عرفتوش يمتى تفرق ولا كيفاش تفرق. انا كنقولها واسمع اسمع شريف، كنقولها واشهد الله على نفسي، وكنحمل دوك الناس المسؤوليه باسكو انا لا علم لي بالشعير وما عرفتوش يمتى تفرق وفين تفرق وكيفاش تفرق. انا نعطيك مثال، انا نجيب لك الدوار دابا، ها الدوار هنا اللي الفوق، يعني كلهم جاوا ما خدا حتى واحد، كلهم كيقول لك انا راه ما عرفنا لا فين غنمشيو ولا فين غنجيو، انا ما عرفتش هاد الشعير كيفاش تفرقوا. مجاوره ما فهمتش المدير اللي مجاوره اللي تابع الامانه الاخرى اللي تابعنا خارج المحمديه السيرفو مع كاين المحمديه، حنا واخا جا هاد الدعم راه الدعم ما وحتى الدعم جا تقريبا الساعه وكيتخلص بواحد الثمن، وفي هاد الظرفيه كنعقل ليا هذاك البرامج جميع الدوله ما عندنا ما غادي نحكموا فيه، ولكن راه خصنا نكونوا في اللحظه باش نعتقوا الناس. ودابا هذا ودابا راه دابا شوف دابا شي سينابيل 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 مع الاسف انتم على الاقل راكم عندكم درايه، مي حنا راه ما عندناش اقل معلومه على الشعير. انا كرئيس جماعه، انا اكرر للمره الالف، انا كرئيس جماعه ما فراسي الشعير وما عارفش متى تفرق هذا الشعير وكيفاش تفرق هذا الشعير وما عارف السومه ديال هذا الشعير، راني ما عارف والو. يعني ما كانش شي تواصل او سيجي ديال هذا الشيء ديال الشعير. لله الحمد كان تدخل، والفيديو راه جاكم ديال المسؤولين، كان تدخل من عند عمالة المحمدية، وفي الشخص يدعم كنشكرو واللي كيقدر الفلاحة والسلطات المحلية، واللي كان تدخل ديال هاد الناس وجاه الدعم ديال هذا الشعير. ولكن باش يجي واحد الظرفيه من الناس اللي عندها الاختصاص ويجي الناس المسؤولين يجي متاخر، حنا كنستعمل خاص يكون ما بغيتش يتكرر هذا الشيء، حتى خاص تكون واحد العمليه تنسيق مع رئيس الجهه ديال جهه الدار ديال الصدر اللي هو فكي عليها مع كجماعه ومع السيد الرئيس ومع الاعضاء، باش حنا ما بغينا نتقص حتى واحد الهدف ديالنا مزيان يتعطى الشعير. ماشي كاع حنا بغينا نتعطى الهدف ديالنا، حنا بغينا كل واحد يمنح حقه الشعير يسب الشعير، حيت كاين اللي كيقول لك لا انا ما قيدونيش انا عندي مشكل، حنا بغينا يتعلم الشعير على جماعه سيدي موسى الجدوق وعلى كل جماعه في المغرب وعلى كل العالم القروي بصفه عامه. غير واحد يعني واحد الاضافه بالنسبه لهذا كنوجهو انا يعني للمجتمع المدني والجمعيات بالمنطقه. نعم. يعني حنا كنقولوا الجماعه راه مفتوح الباب ديالها مفتوح لجميع المجتمع المدني بصفه عامه. لا هيئات ولا منظمات حقوقيه ولا جمعيات مدنيه ولا فلاحيه ولا اجتماعيه، مرحبا حنا راه الاشاره باش نتحاوروا ويجيبوا لنا ذلك انت مشاريع مرحبا نتعاونوا عليها جميع، كاين مشاريع يقدموها في اطار المبادره وتكون عندنا شراكه معهم كجماعه حنا موجودين، الباب مفتوح ما نبقاوش ذاك التواصل عن بعد، الانسان كل واحد كيتكلم بوحديته، حنا بغينا التواصل عن قرب وفي عين المكان، اي واحد عنده مشكل يتواصل مع الجامعه المفتوحه ونحاولوا نحلوا المشكل باذن الله باش تمشي الجامعه تكون واحد كما قلت واحد التنميه مستدامه وتكون واحد التنميه جماعيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. والكلمه السيد الرئيس الاخيره باش كلمه اخيره خويا كنطلب كنشكركم جزيل الشكر على الزياره اللي درتوا لنا، وكنشكركم جزيل الشكر ثانيا على اساس بانكم فنحتوا لنا فرصه باش نصلحوا بعض الامور وباش باش على الاقل نبينوا بعض الامور اللي الناس غالطه فيها. واخيرا ثاني كنشكركم على 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 حسن الزياره ديالكم وعلى العناء اللي كتكبدوه انتم باش توصلوا عندنا، الله يجازيكم بخير جزاء الشكر. ان شاء الله حنايا كمنظمه كنديروا في كما قلت السيد الرئيس انما كنت حزب سياسي
وان شاء الله راه عندنا لقاءات مع رؤساء الجامعه الترابيه بعمل المحمديه ان شاء الله كاين بعض القضايا. كنشكرك السي الرئيس على ديال المكتب ديالنا بمقر جامعه مسنجو واستقبال السبع اعضاء المنظمه. مرحبا مرحبا مرحبا. نيابه يمكن عاود نجدد نيابه السيده الامينه العامه كتقدم لك الشكر الجزيل على ما ترددتيش على الاستقبال ديالك. لا مرحبا والف مرحبا. كنشكر كذلك جميع اعضاء الجماعه والموظفين. كنبغي نشكر السيد عامل العمليات المحمديه السي قائد نيابه مسنجو السيد زكريا الغياتي. كنشكر الجميع، كنشكر المنظر الاعلامي اللي حضر معنا ميديا لايف كذلك منسر في محطات اي حاجه كتعلق بمشاكل ديال الساكنه الا كنلقاو موجود معنا. كنشكرو كنشكرو بزاف ودائما كيبقى شعار الخليج ديالنا الله الوطن تحت القياده العليا لصاحب جلاله الملك محمد السادس. وحنا راه الاشاره ساكنه سيدي موسى مجدوب او ساكنه عماره المحمديه. شكرا لكم.